go to where is that? Another room. Go to the another room. السلام عليكم جميعا طلاب. اليوم راح نحكي على موضوع equilibrium of particles او توازن الاجسام. راح اعمل معاكم شير للبرزنتيشن حتى تشوفونه. اللي حاضر معنا يكتب يس. Equilibrium of particles. هذه المحاضرة الثالثة اللي هو chapter 3 موجود في كتاب مال هبلر. راح أول شيء نتعلم كيف نعمل concept of free body diagram for the particles. عشان نعمل free body diagram مخطط الجسم الطليق للشكل. بعدين إيش نعمل؟ نعمل solve particle equilibrium problems using the equilibrium equation of equilibrium. معادلة التوازن اللي لسه راح نتعلمها كيف نشتقها وكيف صيغة بأي طريقة كانت. The outlines من المحاضرة راح تكون condition for the equilibrium of particles. The free body diagrams راح نتعلمها وكوبلر سيستم. أول شيء راح نتعلمه بالcondition مال equilibrium of particles اللي هي equilibrium. Equilibrium معناته at rest. All the يعني كلها تكون ايش؟ بحالة السكون، بحالة عدم الحركة. راح نطبق قانون نيوتن الأول اللي يقول مجموع القوة بأي اتجاه لازم يساوي لنا لكل قوة مجموع القوة في أي اتجاه لازم نجمعها ويساوي لنا أشقة صفر. والإف عبارة عن summation of vectors مجموع المتجهات لقوة. نعم كل قوة حنمثله بالمتجه. القانون الثاني مال نيوتن لازم نعرفه أيضا اللي هو الكتلة في التعجيل. الكتلة لو ضربناها بالتعجيل الأرضي راح يطلع يعطينا فورس، يعني راح تعطيكم لود 50 كيلوغرام أو وزن 50 كيلوغرام. حتى أحوله إلى قوة أضربه في 9.81 أحوله إلى فورس، يعني بطل يكون وزن يصير إيش؟ يصير قوة. أوكي؟ طبعا البقية أهم ماكو داعي تعرفوها، لازم مجموع القوة ونرسم القوة لازم أيضا باتجاه الفيكتورز والاتجاهات جدا مهمة بوزيتيف ولا نيجاتيف جدا مهمة عشان نحطها. شوفوا لو عندنا مثلا أول شيء لازم نعرف عن الكيبلز. لو عندي كيبل تنشن كيبل مثل هذا الكيبل موجود راح يلف حول عتلة أو حول عتلة مثل ما تشوفونه قدامكم. هذا العتلة مربوط على بين سبورت على مفصل يحر الحركه، يعني هذا العتله اللي داخل هاي البكره ممكن تدور. فتنشن فورس راح يكون نفسه، اذا سحبته انا تنشن راح اسحبه بنفس القوه تنشن، مع العلم هو مركبه صح بس ايش راح يكون؟ راح يكون نفس القوه تنشن فورس حتى لو كانت بزاويه، ليش؟ لانه حيدور حول البكره راح يطلع من الجهه الاخرى. فاذا الوزن 30 كيلوغرام أنا عاد أسحبه بزاوية 30 درجة لازم أيضا أسحبه وأجهد بقوة 30 كيلو أنا محتاج. وأحتاج معها زاوية أيضا. واضح؟ هاي بالنسبة للكيبلز. حتى نحل الفري بادي دايجرام أول شيء لازم نرسم الأوتلاين شيب الشكل العام الخارجي. بعدين نرسم ليش؟ نرسم الفورسز كل القوة وبعدين نرسم البارتيكلز أون موشن الريلتيف فورسز القوة الإيش؟ الريلتيف يعني المعتمده واحده على الاخرى. اوكي؟ وبعدين identify each force نعرف كل قوه، لازم نعرفها بقيمتين بشغلتين الماجنتيود الكميه مقدار هاي القوه ايش قداتي وكذلك ايش قد راح يكون الدايركشن مالتها. letters جدا مهمه حتى magnitude of directions letters يعني ممكن نستخدم ثيتا، ممكن نستخدم اف 1 اف 2 كل هذا ممكن تسهلنا. تذكرون هاي المسألة لكن حليناها يمكن نرسمها هاي الاكزامبل حتى نتعلم كيف نعمل توازن. طبعا عندي لو فرضنا عندي جدارين جدار اي وجدار سي كما مؤشر عندكم. هذا الجدارين اي وسي
مربوط منه كيبلز مثل ما تشوفون علينا الى حلقه وسطيه، الى حلقه وسطيه، الى حلقه وليس الى بكره. هاي مو بكره بالوسط، لو كانت بكره كانت تنشن فورس تكون متساويه. هذه هذه حلقه وسطيه، راح يتوزع هذا الحمل الى الكيبلين، الكيبل بي سي والكيبل بي اي. طبعا الكيبل بي سي بزاويه 45 موضوع الى الجدار سي، والكيبل الاخر بزاويه 3 4 5 الى الجدار اي. وزن هذا الوزن الحمل هذا على الدي هو عباره عن 60 كيلوغرام، وزن هذه الاسطوانه الموجوده في الوسط. كيف ممكن راح نحلها؟ شوفوا كيف راح نحله. نحله بطريقتين، راح نحله بطريقه مثلث القوى ونرجع نحله بطريقه التوازن. هذه واضحه؟ حتى بس اطلع منها وارجع اخليك مع الورقه. نرسم الاكزامبل. الاكزامبل 3.2 وهذا الجدار من عنده، راح نشد هذا الكيبل والجدار الاخر. هذا وزنه ايش قداته؟ 60 كيلو. هذه يعمل لك محاور ثلاثة شاقولي أربعة أفقي، فالوتر راح يكون خمسة قطعا. هاي الزاوية 45 درجة. هذا راح يكون A النقطة A، هذه النقطة أو السبورت راح يكون C، الحلقة الوسطية B، والكيبل الآخر هذا الكيبل راح يكون D. الوزن 60 كيلو. واضحة المسألة؟ راح اطفي هذا حتى يطلع عندنا البرزنتيشن اوضح. راح اصور الكونتراكشن اصلا. واضحه المساله؟ المطلوب السؤال اوجد القوه في ايش؟ في هذا الكيبل، في الكيبل بي سي، والقوه في الكيبل اي بي. Find the forces in the cable بي سي and the cable AB. شوف أول شيء أجي أرسم مخطط جسم طليق لهذا الشكل. حتى أرسم مخطط جسم الطليق أجي أحط الإيش الحلقة الوسطية اللي هي خلينا عليها B، وراح أرسم من B، ما أرسم كيبل، أرسم فورس. هذا الفورس أشقد راح يكون قيمته؟ زاوية 45 درجة، وقيمته كم؟ قيمته راح يكون F P C. نعم. والكيبل الآخر أيضا F A B، راح يكون عندي كيبل آخر أو متجه آخر في هذا الاتجاه. هذا أشقد راح يكون عندي؟ راح يكون عندي W D. دبليو دي قيمته انطيق طلعوا، نعم ممكن نطلعه. ليش؟ لان الوزن معلوم. قانون نيوتن الثاني ايش يقول؟ كتله في التعجيل. فنقول 60 في تقريبا 10، هذه 10 ايش؟ اللي هي جي التعجيل العرضي. فايش راح يساوينا؟ يساوينا 60 وحده مهمه جدا نيوتن. هسه نجي نحل نشوف كيف نعمل مركبات القوه. صار مو 600؟ العكس 600.
هسه نعمل مركبات القوى. اكو طريقتين للحل، اما طريقه المثلث القوى وطريقه سهله جدا. راح نرسم بالطريقه الاتيه. مثلث القوى دائما نحله بينه، لانه ايش؟ لانه سريع يعطيك الاجابات وبدون تحليل وبدون اي دور دراسة. تاخذ اي شيء افقي او اي شيء شاقولي. هسه عندي يعني هذا اسع انكلاين مايل، هذا ثاني مايل، هذا ايش منه؟ شاقولي. هذا استفاد منه، ارسم هذا. واكتب علينا WD. بنهاية هذا WD ومعلوم القوة 600 شاقولي. معلوم بنهاية دوش راح اعمل ارسم خط محاور X Y axis. اوكي. اجي ارسم القوة الثانية. القوة الثانية اي مو تريدون. ممكن ناخذ هذه وممكن ناخذ هذه. خلينا نفترض ناخذ FB. FB لازم اطلع اي مزاوية، اطلع اي هاي الزاوية. هاي 4 هاي 3 اي هذا بالتبادل راح يكون اي هذا. ثيتا هو راح يكون نفسه. فثيتا ايش راح يكون قيمته؟ راح يكون تان انفرس ايش قد؟ 4 على 3. ثيتا ايش ساوينا؟ فهذا راح تكون 53.13 درجة. فأرجع من هذا المحور أرسم هاي القوة الثانية بزاوية أشقد، بزاوية 53، وهي يعني الزاوية، الزاوية أشقد تعملها مع هاي القوة 53.13. هذا إيش راح تكون عندي؟ F A B. F A B. نفس اللي ما عملت هنا، اشرح ارسم محاور X و Y. دكتور ليش ما اخذنا الزاوية من جوا؟ ليش ما اخذنا هالشكل يعني؟ يعني هون ليش ما؟ هاي 53 بوينت من جوا، ليش ما اخذنا 53؟ شوف إيه هذا لو كان بالعكس كان ممكن تاخذه، بس هو هذا ايش عيمله؟ عكس هذا. شوف هذا عيمل لي جوا عينزل، الاخر عيمل عيصعد لي لعلى. واضحة طبعا. يعني انت شوف هذا ترسمه، وبعد ما ترسم هذا كل واحد ترسمه من القاعدة. اوكي؟ هسه هذا ايش ترسمه؟ هذا الاكس والواي مالته. تجي الاكس والواي مالته ترسمه وتخلص، تخلي بالنهاية اكس وواي وتجيب الثاني واحد. راح يكون الاكس والواي مالته وين وهيان؟ من القاعدة مالته، تجيبه وتحطه هون. يعني اكس وواي ما هذا الكوردنس هيان. راح ينتهي ايش؟ باكس وواي. نهاية راح ينتهي باكس وواي. نجي الاخ ناخذ ايضا ناخذ الاكس واي مالته من هون، وشلون حيطلع بزاوية اشقد 45. اذا ما حيطلع بزاوية 45 ويقفل المثلث. هاي الزاوية اشقد 45 درجة. شوف هاي الزاوية 45، هذا الزاوية اشقد ذاتي؟ 36.8 اشقد. مكملة هذه يعني 36.8 معناته مجموع هذا كله تو ايش راح يساوي لنا؟ كله مجموع ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا 45 زائدا 36.87 ويساوينا كم؟ 81.9. اوكي 81.87. هذا كم راح يكون؟ 45 درجة. ليش؟ لأنه هذا 45 ناقصا 90 يطلع هذا. وهي الزاوية معلومة. شوف هسه إذا رجعنا أرسمه أيضا هون، حتى بس أخلي علينا الإيش؟ أخلي علينا هذه F A B. هذه F بي سي. هاي الزاوية 45 درجة، هاي الزاوية 81.87 درجة. هاي الزاوية كم؟ هذا شنو هذا؟ 600. حولتهم بس من هنا على هنا. هاي الزاوية كم؟ 53.23 درجة.
هسه شوف كل معلومة راح استخدم قانون الكوساين. أسهل شيء عندي قانون الكوساين إيش يكون؟ شوف دائما أحط 600 بالوسط والمقابل اللي هو ساين، المقابل ساين إيش قد؟ 80 81 بوينت وراح أسوينا هنا. إيش عندي بعد؟ عندي F BC FBC على ساين 50 53.13 ويساوي إن إحنا إيش قد FAB على ساين 45 درجة. شوف هذه أي جزء آخر ممكن آخذ إيه هذا وطلع إيه أو آخر إيه هذا وطلع F A B. أشهر نبينا F F F B C أشهر طلع هذه F B C علياء قليل ليش قطع هذا؟ وين علياء خلي جواب علياء؟ 128.5 أشقد؟ 428.5 لا 428.5 كم هو أخذ اليم؟ وين علياء؟ خلي علياء تحكي بيني ليش ما عاد تحكي؟ علياء موجودي؟ دور اي مهم اخذت مني اي مهم انا هذا خليكي اف بي سي اي مهم تاخذين حتى يطلع اف بي سي انت احكي لي دقشا اي مهم جزء تاخذين حتى طلعين اف بي سي تاخذين هذا ولا هذا؟ الاف اي اي بي يلا احاسبه قدامك يلا عمليها هذا 600 على ساين 187 و اف سي يلا اعملي بالحاسب 53.1 اعملي بالحاسب وخليه يشقى طلع ها علياء اشكال وصلنا شوفوا حتى لا تقولون دكتور صدام هو شرحه ما قد نفهم علينا وطريقته صعبة على الأقل لكم هذا هسه ناخذه لوحده وما عدبروه اللي هو وسطين وطرفين رياضيات بنتي بصف أول متوسط ستعمل صحيح الكمية تعمل الكمية أربعمية وثمانية وعشرين ونص. 428.5 أوكي. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اللي هي نرسم الحركتين الحلقة مثل ما هي. نرسم هاي المركبة. هذه إيش كانت؟ F B C والزاوية 45 درجة. هاي القوة F A B وهاي الزاوية قبل شوية طلعناها إيش قد 53.13 هذا إيش قد قلنا 600
كيف نحله بالطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية راح نحلل هاي التحليل مثل ما أخذنا بتحليل المركبات مع القوة، راح نحلله في موضوع الأماكن هاي الألوان اللون الأحمر. هذا شو راح يكون عندي؟ راح يكون عندي FB ساين أو كوساين؟ ساين 45 درجة. هذا راح يكون عندي FBC كوساين 45 درجة. هذا راح يكون عندي FAB. شوف يحتاج اكتب كوساين، هاي الزاوية معلومة، ايش قد هي الزاوية؟ 3 4 5. هذا ايش راح تكون عندي؟ في بوينت 8 اللي هي ايش تساوي لنا FB اي او FAB كوساين ساين منه 53.13 ديجري، اللي هي يساوي لنا يطلع لنا هذا الجواب. واضح؟ الاخر ايش راح يكون هذا قيمته؟ راح يكون عندي 0.16، وشوف هذا يوازي هذا. هذا هذا راح يوازي هذا، يعني راح يكون 0.6 FA. اشوف نجي هون معادلة التوازن الأولى راح تقول سيجما FY يساوي لنا صفر. إذا قلنا مجموع القوة نحو الأعلى يساوي لنا صفر، عندي هاي القوة نحو الأعلى وهاي القوة نحو الأعلى، يساوي لنا أي قوة؟ يساوي لنا هاي القوة اللي هي نحو الأسفل 600، بس هذا يطلع بين المجهولين اللي هو A و B. بس إذا استخدمنا قبل هذا سيجما FX يساوي صفر أسهل لي. ليش؟ إنه ما عندي قوة، عندي هاي المركبة تساوي لي أي مركبة تساوي لي هاي المركبة، فأستخدم هذه بالأول حتى لا يصير معادلات آنية عندي وارجع واحدة على الثانية. واضح؟ لا يصير عندي معادلات آنية، فراح استخدم سيجما اف اكس يساوي لنا صفر بالبداية، هذا أولا. فشو عندي؟ راح يكون عندي 0.8 هذه في ايش؟ اف اي بي. بهالبساطة اكتبه راح يساوي لي ايما، شوف هذا بهالاتجاه ونحن اي هون، هذا بهالاتجاه رايح. منو يساوي له؟ يساوي له هاي القوة. فقط ما عندي غير هاي القوتين. اكو غير قوة ممكن حللناها؟ طبعا هذه هسه ننساها. هذه هسه ننساها. اكو عندي احد قوة؟ شوف دائما نبسطها المسألة ما نخليها تكون معقدة. راح يساوي لنا عندي ايش؟ كوساين 45 درجة في ايش؟ اف بي سي. من هون يطلع علاقة بين اف اي واف بي سي. اف اي بي ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي كوساين 45 درجة على شنو؟ على 0.8 اف بي سي. هذه أول معادلة. المعادلة الثانية اللي هي استخدم سيجما اف واي يساوي لنا صفر. ايش عندي سيجما اف واي يساوي لنا صفر؟ نحو الأعلى ايش عندي فورسز؟ يعني القوة اللي نحو الأعلى راح تساوي القوة نحو الأسفل. شوف ايش عندي؟ عندي هاي القوة نحو الأعلى. راح تكون عندي 0.6 اف اي بي، هذه الشرش نحو الأعلى. زائدا القوة الثانية اللي هي اف بي سي ساين 45 درجة، هاي الثانية مثل كمية مثل الغيمة. اوكي هذه ايضا راح تساوي مجموع هذول القوتين لازم ايش يساوي لي؟ من معادلة التوازن مال نيوتن لازم يساوي لي مجموع القوة نحو الاسفل اللي هي اي 600، او ممكن اكتبه ناقص 600. واضح؟ ممكن. هون ايش عندي مجهول عندي؟ عندي اف اي بي وهي عندي علاقه بين اف اي بي واف اي سي بي سي بسهوله، يعني كل اف اي بي هذه اجي احطها اي هذه اجي احطها اي هون. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 0.6 هاي 0.6 اف اي بي اشيلها وايش احط مكانها؟ احط مكانها كوساين 45 درجه على 0.8 اف بي سي هاي نحو الاعلى زائدا اف بي سي ساين 45 درجة يساوي لي ايش؟ 600 اللي هو نحو الاسفل. منا اطلع قيمة اف بي سي. اف بي سي شلون اطلعها قيمتها؟
تعرفون هاي شلون طلعوها؟ راح يكون عندي قوس 0.6 على 0.8 في كوساين 45 درجة زائدا ساين 45 درجة عامل مشترك طلع عندي اف بي سي راح يساوي لي شنو؟ 100. من هون يطلع اف بي سي يساوي لي كم؟ 480. من طلعت قيمة اف بي سي اعمل له ايش؟ سبستيتيوت ان هذا بالمعادلة الأولى. نطلع قيمة اف اي بي ويساوي لنا كوساين 45 درجة على 0.8 في اف بي سي اللي هو 448.8 ويساوي لي المفروض اف اي بي 428.6 وايضا هذا تنش ليش؟ لانه كيلو. واضح؟ طبعا الطريقتين راح ينطوك نفس النتيجه. ليش؟ لانه هذه مثلث القوى طريقه اسهل بالمقارنه مع تحليل القوى. بس ما في الوقت مثلث القوى ينطيك اسهل، مرات تحليل القوى ينطيك اسهل. احد عنده سؤال علينا هذا؟ دكتور بس ال 0.6 وال 0.8 ما ظبطت. منين جبت؟ 0.6 و 0.8. خش سؤال. قل لي كوساين هاي الزاوية ايش قد ذاتي؟ كوساين هاي الزاوية اللي اشرت لك اياها هسه ايش يساوي كوساين هاي الزاوية؟ المجاور؟ مجاور على الوتر. الوتر 4 على 5 ايش قد؟ 4 على 5 ايش قد؟ 0.8. الحمد لله. زين نجي هنا ساين هاي كوساين انفيرس؟ ما يحتاج انفيرس. اذا عندك ابعاد ما يحتاج انفيرس، اذا نعمل انفيرس يطلع لنا زاويه. اي تمام. اذا نقول 4 على 5 كان كوساين انفيرس ينطيك 36.8، بس انا ما اريد زاويه، انا مباشره اريد كوساين. نعم. واضح منين جت هاي الارقام؟ شوف الثانيه، هذه الثانيه الواقف 0.6 ساين هاي الزاويه، ايش قد ساين هاي الزاويه؟ راح تكون ساين 5.6 مباشره. او اذا ما تعرفها وما تريد تدخ فيها طلع هاي الزاويه. هاي الزاويه شو راح تطلع قيمتها؟ راح تطلع قيمتها 36.87 صحيح؟ تمام. وبعدين نقول هذه كوس زاوية حتى اخذ المركبة هذه الافقية كوساين 36.87 ايش قد؟ شو جربها بالحاسبة؟ طلع لك 0.8. نقول بعدين ساين هاي الزاوية 36.87 ايش قد؟ راح يطلع الساين مالتها 0.6. احد عنده سؤال اخر؟ طبعا المسألة نفسها كنت حليتها بس قبل المسألة نفسها محلولة مثل ما اشوفها قدامكم بس بالاعتماد على 9.81 يعني تأجيل الأرض خذانه حقيقي صحيح. وبعدين شوفتوا لك كيف ممكن تحلها بالمطريقة، طلعتوا لك القيم معرفتهم كم من السيجما كوليبليم فورس. شوف لو عندي مثلا مثل هذا الشكل اكزامبل اخر، هذا الاكزامبل واضح امامكم؟ هذا الاكزامبل؟ اي واضح.
هذا عندي كيبل مربوط في حلقة يحمل وزن، هذا الوزن قيمته كم؟ 200. كيلوغرام وزن، واضح؟ عن اسحاب القوة بي. بالسؤال يقول لك، يقول لك هذا الفورس اي بي واي سي يتحملون اقصى قيمة، اقصى قيمة يتحمله هو 10 قبل لا ايش؟ قبل لا ينقطع هذا الكيبل. وهذا ضمن لك هو، قال لك هذا دائما راح يكون اشونه هوريزونتال اف، اي هذا البي اللي راح تسحبه بايدك راح يكون دائما هوريزونتال، يعني زاويته مع الافق ايش قد؟ 180 درجه. فيقول لك احسب قيمة الزاوية احسب قيمة الزاوية هاي ثيتا مجهولة، احسب قيمة هاي الزاوية بحيث تشيل هذا الوزن، وهذه اقصى قيمة يتحمله الكيبل اشقد؟ 10 نيوتن كيلو نيوتن قبل ان ينقطع. احسب لي هاي الزاويه كم. اوكي، فنجي نستخدم ايضا مثلث القوه حتى يكون سهل جدا عندي. اجي اول شيء ابسط المساله حتى نشوف كيف راح. عندي هذا البي مجهول، وعندي هذا الوزن معلوم اللي هو ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي 200 حسب قانون نيوتن مضروب في كم؟ 9.81. ليش 9.81؟ تعجيل ارضي، خلينا ناخذ مثل ما هو، ما نقرأ مثل ما قلت شوي، نسحبه هون ونقول هذا تي، خلي اسميه تنشن كيبل. اوكي، هاي الزاوية بالاعلى ثيتا، بالاسفل ايش مع هذا الافق؟ ثيتا في المكان. اوكي، هاي مجهولة. هسه هذه التي معلومة، قال لك هذه قبل لا تنقطع راح تتحمل ايش قد؟ 10 كيلو نيوتن. شوف هذا ايش قد راح يعطينا هنا؟ 1962. شوف وحدته اشنو؟ نيوتن. بينما هذا الوحدة بالاعلى شنو؟ كيلو نيوتن. فلازم ايش اعمل؟ انسق الوحدات، واضح؟ فلازم ارجع اقسم هذه الوحدة على الف حتى احولها الى دبليو دي، راح يساوي لنا 1.962 كيلو نيوتن حتى الوحدة تكون متناسقة بالأعلى، واضح؟ تخيلتم السالفة شلون؟ اي أيوة والله. نجي هسه ايش عندي؟ عندي إكوليبريم. نستخدم مثلث القوة ممكن، ونستخدم أو نستخدم سيجما اف اكس سيجما اف واي يساوي صفر. شوف لو استخدمنا، شوف أسا مثلث القوة ممكن نستخدمه، خلينا نحله بإيش؟ بالقوانين العادية. هذه إذا حللوا إلى هاي المركبة، إيش راح تكون هاي المركبة وهاي المركبة؟
هذا بالأعلى راح تكون عندي 10 ساين ثيتا صحيح؟ وهاي المركبة هون راح تكون عندي 10 كوس ساين ثيتا. هسه نجي ممكن أقول قانون التوازن. قانون التوازن إيش يقول؟ يقول سيجما اف اكس يساوي لنا صفر. ما تنفعني لأنه هذا مجهول وهذا مجهول ثيتا. بس سيجما اف واي تنفعني يمكن. سيجما اف واي يساوي لنا صفر، هاي تنفعني. ليش؟ عندي مجهول منه؟ عندي هون ثيتا، وهون منه ما مجهول عندي شيء آخر. معلوم كل شيء. فراح نقول سيجما اف واي يساوي لنا صفر، هذا اللي تنفعني. من سيجما اف واي يساوي لنا صفر، القوة اللي نحو الأعلى، ايش عندي قوة نحو الأعلى؟ 10 ساين ثيتا، راح يساوي لي ايش؟ راح يساوي لنا 1.962 نحو الأسفل. تشوفون؟ لأن باعتبار هذه ايش فيهم هذول؟ هذه راحت. من حللناها؟ هاي انساها. فعندي هاي القوة نحو الأعلى الأحمر يساوي لنا ايش؟ هاي القوة اللي نحو الأسفل. من هنا ايش عندي مجهول؟ مجهول عندي ثيتا، فراح اكتب ساين ثيتا احسن 1.962 على 10. او بوينت حول ثيتا، حتى حول ساين ثيتا ايش قد؟ بوينت هذا ايش قد؟ 8 ايش قد بوينت؟ 1.962 1962 صار بهالطريقة. حتى أحوله ثيتا راح لازم أعمله بالعكس، ساين انفيرس وأكتب هذا الرقم 1.962. بالحاسبة شلون أكتبه؟ بالحاسبة شوف الحاسبة، لازم أجي أكتب قبل لا أروح على أكتب ساين، يعني ما أروح مباشرة أكتب ساين، ما أكتب ساين مباشرة، وإنما أدوس شفت هذه أدوسها بالأول تطلع لي هوني شفت، وبعدين ادوس ساين. بس شوف شلون طلع ساين انفيرس، افتح قوس اكتب 0.1962 اسد القوس ويساوي ايش قد طلعت الزاويه؟ 11.3 واضح؟ عرفنا شلون عملنا ساين انفيرس بالحاسبه. هسه ثيتا معلومه، ممكن ايش اعمل؟ ممكن اعمل سيجما اف اكس يساوي لنا صفر حتى اطلع قيمه بي مينيموم. فايش عندي؟ عندي 10 هسه ثيتا صار معلوم، فعندي 10 كوساين كوساين ثيتا، ثيتا ايش قد؟ 11.3 درجه. هذه بأي اتجاه؟ بهذا الاتجاه. لازم ايش يساوي لي؟ يساوي لي مجموع القوه بهذا الاتجاه البي الفورس، واللي لازم يكون قيمته بهذا الاتجاه. فقيمه بي ايش قد راح تكون؟ تسعة بوينت ثمانية وستة وحدتها لا تنسون كيلو نيوتن، واتجاهها شلون راح يكون؟ اتجاه هذا الاتجاه. صعبة؟ هاي سهلة، حلوا بطريقة أخرى اللي هي طريقة مثلث القوى. دكتور؟ نعم قول. بالنسبة قال الـ F الـ A B والـ A C يتحملون 10، ليش احنا اخذنا ال اي سي اخذناه 10 وليش ما اخذنا الاي بي نفسه من 10؟ ايه شوف انت ممكن تعملها بطريقتين. شوف اثنين في وحقة واحد ما يصلون 10، يعني اما هذا يصل 10 او هذا يصل 10. هو قال لك اي كيبل، هسه انت لو عندك صندوق وبهالشكل تنشلته وتسحبه بهذا القوة، مستحيل هذا الكيبل راح ينقطع، راح ينقطع هذا الكيبل. ليش؟ لانه انت هذا اسحبه قوه افقيه، بينما هذا بينه مركبتين، هذا القوه راح يكون بينه اعلى لانه بينه مركبتين. تعمل جيب جيب تمام تمام دكتور، يعني ناخذ واحد من الاثنين، تاخذ اما هذا او هذا، تاخذ هذا وتطلع قيمه بي، او تاخذ اي هذا 10 وتطلع قيمه هذا، بس اشنو؟ راح يرجع يطلع لك هذا اكثر من 10. عرفت شلون؟ راح ترجع تقول الطريقه غلط، ناخذ الطريقه الثانيه. طيب
المسألة الأخرى اللي نحلها بطريقة المثلث القوى. شوف مثلث القوى كيف راح تكون أسهل بكثير. عندي هاي القوة الشاقولية كم؟ 1962 في نهاية هذا ايش راح اعمل؟ اخلي محاور. بعد ما اخلي محاور شوف اخلي اي شيء اخر موجود عندي. خلينا نقول اخر هذا الثاني. هاي القوة اللي بعدها. اللي هي 10. اشوفه. اللي هي 10 كيلونيوتن. فاخذها اللي هي 10 كيلونيوتن بزاوية اشقد الزاوية اي هوني ثيتا. يعني اي هوني بالقاعدة ثيتا. ثيتا مع القاعدة ثيتا مع العمود. هذا السهم. صحيح؟ بعدين اخر شيء اخر ايه ما هو؟ اخر إيه هاي القوة الأخيرة. مال ايد. ومركبتها ايش هو؟ مركبة أفقية. وقيمتها ايش قد ذاتي هذه؟ اي مجهولة. فعندي شوف. فعندي شوف هذول مجهولين. هذا القوة معلوم، هذا معلوم، قوة مجهولة هاي. هاي ثيتا مجهولة، بس هذه الزاوية معلومة. 90 درجة. صحيح؟ وهاي ثيتا هذا ايش وقت؟ راح تكون عندي 90 ناقص ثيتا. صحيح؟ اشوف قانون الكوساين اذا استخدمناه وقانون الساين ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هذا المعلوم على 1962 على ساين ايش؟ على ساين ثيتا يساوي لي ايش؟ يساوي لي ايش؟ يساوي لي بي على ساين 90 ناقص ثيتا او يساوي لي 10 على ساين ايش؟ صحيح؟ شوف اخذ ايه هذه اول مره. سهله وبسيطه احلها طلع قيمه ثيتا. ثيتا ساين ثيتا ايش راح يساوي لنا من هذول؟ ساين ثيتا راح اطلعها معامل ساين راح يكون جوا 10 جوا راح يكون عندي 1962 في ساين 90 ساين 90 واحد راح يكون ثيتا يساوي لي بوينت 1 بوينت هذا 1900 يعني بوينت بوينت او بوينت 19 62 هذا الساين ثيتا وثيتا راح تساوي لنا 11.3 نفسه طلع لنا قبل شوية دكتور نعم. نفس الشيء طلع معناته اذا اخذناه انه هسه هذا الساين ثيتا اجي هون الثيتا معلومه اجي اخذ اطلع قيمه بي هذا بي ايش راح تكون عندي؟ بي على طيب 90 ناقص ثيتا ايش قد يساوي لنا؟ 90 ناقص 11.3 درجة يساوي لنا على ساين 78.7 لا مستحيل ايه ما يخاف بس يضربونا في هذا في 1900 وفي 1.962 قسمينه على ساين 11.3 درجة البي راح تطلع لنا بالضبط 9.806 كيلو متر صحيح؟ واضحة؟ يعني هذه اور اما هاي الطريقة او هاي الطريقة وان شوفوا دائما الميكانيك يمكن تحل اكثر من طريقة أنت تختار طريقة نشوف مناسب
عندي سؤال عليه هذا قبل لا نروح على غيره، احد كان يريد يسال.